اليوم جماعتكم عندي بالمكتب لفرجيكم المصيبة اللي وصلت لها شركتنا من 2009 ونحن خسارة لل 2013 ومن 2013 لل 2015 صار في عنا كارثة بالشركة. ولك وينكم؟ ولك عم بحكي معكم؟ عم بحكي معكم شاطر؟ عم تلعبوا التليفون ايه؟ شاطر انت؟ لا 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 عم نزل ابلكيشن. يلا على يلا شوف انت شاطر بقى في ايه؟ يلا دغري على شغلي. ما تشيكي ما تشيكي عندك بالشغل خسارة بخسارة. يلا لا شوف انت شاطر ايه؟ يلا هذا شو هذا شو انا هذا يا عمي نعم شو بولا على البصيرة لك هذا الوي احلى شو انت حاب شو انت ما بتسمع شو انت وقف لي تطلع فيه انت عشان فيه عم تعلم كمان عندي اللي انت عم تعلم جايبك على انك تسلمت للبيت روح عشرلك روح عشرلك تطلع فيه لك بروح انا بيه شو معاشك انت بيه شو معاشك 500 دولار 500 دولار اعطيك 50 دولار خليك تطلع من هون يلا شوف ما بعرف بدي اشوف هذا بالشركه هيك 50 دولار خليك في النار طلع في لك فولا ابيعه شلع لك كتبه بيغمص كمان ما عاد شيء عن الشركه او 50 دولار يلا روح ما تسوي يلا شوف ما بعرف بدي اشوف هذا الشركه عيشنا روح خلص خلص تعال المدير ما تعصب عم شو هذا بأي اصلا بيشتغل عند هذا وين بأي مكتب عم يشتغل هذا هذا بيشتغل عن جارنا بالمطعم تبعه للبيتزا دليفري جاب لنا الغداء وكان بعد بده يا حرام بخشيش واعطيته انت كتر خيرك